بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نور الحق مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بك مولانا. أهلا وسهلا بك. في الحلقة الماضية مولانا تحدثنا عن علامات الساعة الصغرى والوسطى والكبرى، فيمكن بعض السادة المشاهدين يكونوا حسوا ببعض التوتر أو ببعض القلق، فعايزين في حلقة النهاردة يا مولانا نكلمهم عن البشرة والمبشرات اللي بشرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم بانتصار الأمة الإسلامية وبما ينتظرها من خير في الدنيا والآخرة. مولانا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيده ربه حيا وميتا، ولذلك فكل ما بشر به تحقق ما شاء الله. وفي حديثه أنه قد زويت له الأرض. وإذا وقفنا في المدينة المنورة وأخذنا خريطة الكرة الأرضية وزويناها، لوجدنا أن الطرف الأيمن الشرقي يأتي في إندونيسيا، وأن الطرف الغربي يأتي في الأندلس، وأنه قال فيدخل الإسلام في كل بيت مما زويت لي، مشارق الأرض ومغاربها، فإذ بفعلا ينتج محور من طنجة في المغرب إلى جاكرتا، ومن غانا في إفريقيا إلى فرغانا في روسيا، ما شاء الله. فالمحور هذا اللي هم يسموه الأكس، يعني في إيه، في خطين موجودين على الخريطة، كأن الخريطة زويت فعلا، هكذا زويت له الأرض. ولم يسلم أهل الأمريكتين، وكانت محلا للاحتلال الأوروبي الأسباني والبرتغالي والفرنسي والإنجليزي فيما بعد، بالرغم أن الأمريكتين ثبت بمدادع مجالا للشك أن المسلمين قد اكتشفوهم قبل كولومبوس، وفي 9 من البحارة المسلمين وصلوا إلى هناك ما شاء الله. ولكن قدر الله أنه يعني لا يصل الإسلام إلى هناك بطريقة أو بأخرى، وظل البحارة ينتقلون ويذهبون ويجيئون، وهناك كتب مؤلفة في الإنجليزية على أولئك البحارة الذين اكتشفوا الأمريكتين قبل كولومبوس. وحتى كولومبوس لما اكتشف الأمريكتين لم تسمي باسمه كولومبيا مثلا، بل سميت باسم أمريكو، وهو بحار تاري له، وهو الذي اكتشف أن هذه أرض جديدة، وأن المسألة يعني ليست كما تخيلها كولومبوس. كولومبوس كان فاكر أنه بيلف يروح للهند، هو قال إن دول هنود فسماهم الهنود الحمر، لأن الهنود مش شكلهم كده، وظن أنه قد أثبت كروية الأرض. هو لم يثبت كروية الأرض بعد ذلك، لأنه المحيط الهادي لما يأتيه اللي فعل هذا ماجلان، ووصل ماجلان من الناحية الأخرى إلى الفلبين، وفي الفلبين يعني طبعا كانت من المسلمين، فلما عاكسهم وقتل منهم قتلوه، يعني أهل الفلبين قتلوا ماجلان لأنه اعتدى عليهم، وكان هناك يعني نوع من أنواع الجبروت في التعامل مع الأراضي الجديدة التي تكتشف. فهو لما لف لم يكمل اللف، لكن أثبت بعد وصوله إلى الطرف الآخر من الشرق من آسيا من الفلبين أثبت ذلك. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما زويت له الأرض أخبر بأن الإسلام سوف يدخل في كل بيت، وقد حدث فعلا ودخل، وأصبح عدد الدول الإسلامية دلوقتي 56 دولة منضمة إلى منظمة المؤتمر الإسلامي، كلها تعلن أنها دول إسلامية، والشعوب فيها هي شعوب إسلامية كثرت أو قلت. القضية
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ما شرح ما شرحناه في الحلقة السابقة: ثم يلقي الإسلام بجيرانه في الأرض. بجيرانه في الأرض، في الأرض جيرانه شبكة، الشبكة الشبكة، فالإسلام سيلقي بشبكته في الأرض، هنتشر في الأرض كلها يعني. نعم هنتشر في الأرض كلها، ثم مع الترتيب مع التراخي كده، ثم يلقي الإسلام بجيرانه في الأرض. الجيران الشبكة بتاعت الصيد، زي بتاعت الصيد مثلا وكده، هيلقيها تلقي، فكل بيت وكل أحد يدخل في هذا الدين من البشرة ما شاء الله. هذا الكلام هو مقيد بـ بـ يعني عندنا كبشرة، يعني هو مقيد بالأسلوب الذي أمرنا الله به: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بأسلوب وجادلهم بالتي هي أحسن، بأسلوب العلم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بأسلوب البرهان: قل هاتوا برهانا إن كنتم صادقين، بأسلوب الرحمة: بسم الله الرحمن الرحيم. في أسلوب معين المسلمون يعني، علشان برضو غير المسلمين لما يسمعونا ما يفتكروش ان احنا هنستولى عليهم، وان احنا اعلنا عليهم القتال والجهاد والصدام والكذا، كما يحاول قلة من المسلمين ان يصوروا، يقول لك احنا هنغزوكم. لا، ليس يعني ليس هكذا سعد تورد الإبل. ده عبارة عن انه: يا ايها الرسول، عليك انك انت تبلغ، وما على الرسول الا البلاغ المبين، بس وخلاص بلغ. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكم دينكم ولي دين. يعني بعد كده خلاص، ما انا ماليش تدخل، الهداية بتاعتي هي هداية دلالة، وانك لا تهدي. فأيوة، الهدى هنا هو هدى دلالة بيدل، لكن لا يتدخل في قلوب الناس ولا في عقائدها ولا في إرغامهم، لأنه لست عليهم بمسيطر أبدا. وهذا الكلام موجه إلى رسول الله والأمة من بعده. فنحن ونحن نتقبل ونتلقى بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا بأننا الإسلام سيعم الأرض وسينتشر وسيستقر وسيوافق عليه الناس، هذه بشرى لا تخرجنا من معالم طريقنا الذي هو مبني على العلم والبرهان والرحمة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال الحسن، لا يخرجنا عن هذا، لأن هذا هو أصل ديننا. جميل. هنا يا سيدنا فضلتك أوضحت لنا أنه لازم ناخد البشرى من رسول الله ونحاول نطبقها. كان زمان القادة من قادة المسلمين لما سيدنا النبي بشر بفتح القسطنطينية ودعا قال: نعم الجيش، نعم الأمير أميرها، ونعم الجيش ذلك الجيش، ابتداء من سيدنا معاوية بيحاول يفتح القسطنطينية، حتى فتحها الإمام الفاتح محمد اللي هو من الدولة التركية. فإحنا ليه مولانا دلوقتي المسلمين بقوا متراخين؟ يعني الرسول قال الإسلام هيعم وينتشر، طيب يبقى خلاص، يبقى هننتصر، خلينا احنا قاعدين بقى لحد ما ينتشر. في الحلقة الماضية ما تكلمنا ان سيدنا المهدي هو اللي هيجي يحرر بيت المقدس، يبقى خليه بقى ايه، ما نتعبش نفسنا لحد ما يجي سيدنا المهدي. انا لا اعتقد ان المسلمين على هذه الصفة، اي مش كلهم على الاقل، لا يعني احنا رأيين دلوقتي ناس بتسعى لتحصيل العلم وتحصيل لقمة العيش وتحصيل تحسين الأوضاع وتحصيل اللغة وتحصيل كذا. 20 مليون مسلم أصبحوا في أوروبا الآن، 10 مليون في أمريكا، 6 مليون ولا حاجة، ولا 3 مليون في بريطانيا لوحدها، وفي 6 مليون في أستراليا. أنا لا أرى أن المسلمين هكذا، ده 1 ولا 2 ولا 10 من بتوع الفيسبوك، يمكن عندهم يأس ولا عندهم خطأ ولا كذا. لكن احنا رأينا المسلمين وهم في جهات، رأينا المسلمين وهم في فلسطين يظلمون ويقاتلون فيصدون، وهم قاعدين مساكين في جهاد ومجاهدة،
رأينا المسلمين الذين اعتدي عليهم في البوسنة والهرسك، رأينا المسلمين الذين اعتدى عليهم في كشمير، رأينا المسلمين الذين اعتدى عليهم في الشيشان، رأينا المسلمين الذين اعتدى عليهم في أفغانستان وفي العراق. فالحقيقة أنه يعني المسلمون في جهاد يعني متواصل، يعني لم يذهبوا يظلمون أحدا ولم يسكتوا أيضا. يعني رأينا المسلمين وهم يبنون بلادهم ويحاولون أن يتعلموا ما الذي حدث في عصر محمد علي من البعثات إلى فرنسا وثم في البعثات إلى ألمانيا في عهد عباس الذي بعده، ثم البعثات التي إلى اليوم نفعلها في العالم، ما احنا ما سكتناش. فقضية ان المسلمين خيبين وان المسلمين مقصرين وان كده، انا لست معه. المسلمين هم في صورة سيئة عنهم قائمة في اذهان العالم، هناك اعلام مغرض يشوه هذه الصورة، يستعمل التاريخ السيء، ونحن نقول للمسلمين صححوا هذه الصورة وتكفلوا بتصحيحها، اصبروا على ما ابتلاكم الله به، اتحدوا فيما بينكم، تعلموا لأن الله سبحانه وتعالى أمركم أن تتعلموا، واستمروا على هذا العلم، وبندعو المسلمين إلى الخير. ولذلك فأنا لا أريد أن أتكلم كلاما يعني فيه تثبيط للمسلمين أبدا أو تشاؤم. المسلمون على خير، لكننا نريد منهم أخير من هذا. المسلمون في أزمة، لكننا نريد منهم أن يتجاوزوا هذه الأزمة وأن تكون لهم الريادة والمشاركة في الحضارة الإنسانية كما كانت لآبائهم وأجدادهم. المسلمون نعم ضربوا في الأندلس وضربوا من المغول وضربوا من الصليبيين لكن المسلمين لم يعتدوا على أحد، لم يفعلوا أبدا ما فعلوه الأمريكان في السود، بل بالعكس عندما جاءت لهم العبيد جعلوهم حكاما لهم لمدة 1000 سنة وهم حكام للمسلمين. المسلمون لم يرتكبوا الاستعمار أبدا. الاستعمار معناه أن تذهب إلى دولة ثم تحمل خيرات هذه الدولة إلى بلدك الأصلية، لم تذهب الخيرات إلى الحجاز أبدا، بل كانت خيرات كل بلد فيها. المسلمون عاملوا المرأة معاملة حسنة في إنجلترا في القرن 14 الميلادي، كانت المرأة يضعون لها أعزك الله شيء مكافأة كذا ويجروها بالسلاسل علشان ما تتكلمش. وفي المتحف البريطاني صور لهذا، يعني هم يعترفون بتاريخهم ويقول احنا تبنا الى الله من هذه المعاملة الوحشة. لم يحدث هذا في تاريخ المسلمين، تاريخ المسلمين مليء بالعالمات والتقيات بربع العدوية وشهدة وكريمة راوية البخاري. المسلمون الحقيقة تاريخهم نظيف، لم يبيدوا شعوب كما أبيدت شعوب استراليا الأصلية، ولا كما أبيدت البور الزويل والبورو في إفريقيا، ولا كما أبيدت الهنود الحمر، ولا ما حصلش. تاريخ نظيف، وهذا بشرة للمسلمين أن لا يأسوا ولا يتأثروا بقضايا الإعلام الذي يلح أنهم في انحطاط وفي تفرق وفي شر. لا، احنا بنقول أنك على خير، ولكن يجب أن تسعى إلى ما هو أخير منه وتتجاوز هذه الأزمة وتصبر، وما صبرك إلا بالله. بعد إذن فضلتك نطلع الفاصل ونرجع نتكلم عن بعض الأشياء في عجالة في الجزء الثاني من الحلقة، عن الأمور اللي هما بيتهموا بها الإسلام والإسلام بريء منها. فاصل نعود إليكم، فابقوا معنا. يا نور الحق نور لي طريقي، أشوف السكة والمشوار يبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم نور الحق مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديانة المصرية. مولانا
فضلتك اوضحت لنا واحنا كنا بنتكلم عن المبشرات ان انجلترا كان في عندهم المرأة بيعتبروها كأنها نوع من انواع الدواب وبتنها بحاجة. هما كانوا بيحطوا على بقها ما يمنعها من الكلام. ما يمنعها من الكلام. يعني كأن الراجل يعتبرها انها رغاية فيما لا فائدة فيه. فهي عايز يجرها بالسلسلة وما تتكلمش. ايوه. فعملوا كده. هما زي ما بيقولوا يا مولانا او اذا جاز التعبير يقولوا رمتني بدائها وانسلت. هما بيتهموا المسلمين ان الاسلام بيتحيز ضد المرأة، بيعطي المرأة نصف الميراث من ميراث يعني للذكر مثل حظ الانثيين، واننا ظالمينها ما بداش حقوقها الى اخره. فنرد عليهم نقول لهم ايه مولانا؟ هو في الحقيقه الردود دي تمت وكثير جدا من الناس يعرفونها. وهو انه قضيه انه يعطي للانثى نصف الذكر دي قضيه وهميه. لانه الحقيقي ان المرأة ساعات تأخذ اكثر من الرجل. وفي بعض الاحيان تأخذ مثل الرجل، وفي بعض الاحيان تأخذ نصف الرجل، وفي بعض الاحيان تأخذ نسبة لا علاقة لها بالرجل. ولذلك ده نظام متكامل مرتبط ايضا بنظام النفقات. ومرتبط ايضا بنظام المهور في الزواج وإدارة الحياة وفكرة القوامة والتكاليف التي كلفها الإسلام على الرجل. فهو نظام متكامل. فالأم والأب كل واحد بياخد منهم السدس عند وجود الولد أو الفرع الوارث. طيب ما هو ده سدس وده سدس وده رجل وده امرأة. ده رجل وامرأة. متساوهم. تساووا. مثلا المرأة قد تأخذ كمان ولا يأخذ الرجل. يعني مات رجل وترك زوجة وترك بنتا وترك أختا وترك أما وترك عما، والعم من وارث ذكره. فإذ بينا نجد أن البنت تأخذ النص، والزوجة دي هتاخد التمن، والأم هتاخد السدس، والباقي تأخذه تعصيبا الأخت. والعم مش هياخد حاجة خالص. والعم ما خدش حاجة خالص. بهي خدت 5/24 وهو ما خدش حاجة. لو انه كانت دي هتكمل البنت الثلثين تاخد سدس زي امها، كان يبقى فاضل 1/24 ياخده العم. لكن ما حصلش كده. حصل ان البنت خدت الباقي وحرمت عمها من الميراث اللي هو الذكر. فما فيش اي تعصب. هو مش تحيز للذكر ضد الانثى ولا اي شيء. ده هو نظام دقيق. والنظام ده ايه من ايات الله وتاييد للاسلام. ده نظام غريب جدا. نظام فيه 10 رجاله بتورث و7 ستات بتورث، فالعدد 17 وارث. ثم في نظام اسمه نظام الحجب، ففي حجب نقصان وحجب حرمان، وفي حاجة اسمها العول، وفي حاجة اسمها الرد. وهذا النظام يولد من داخله 17 بني آدم، منهم بياخدوا منهم ما ياخدش لما تحصل حاجات، 516 صورة. وال 516 صورة يعملوا 36,000 فرع. 36,000 فرع. بالله عليك، يعني هم ماسكين فرع واحد من 36؟ لا، مش القضية كده. سيدنا النبي عملوا ازاي ده؟ صحيح. ده ولا ده عايز جيش قبل ما يعمله. خبراء اكتواريين بقى. يعني ده حاجة، يعني ده حاجة من عند الله. وده مثال على فكرة، ملوش مثال سابق. مفيش حاجة زي كده في المسيحية او اليهودية او الهندوكية او البوذية او كذا الى اخره. ده نظام فريد. وهذا النظام الفريد يتغير غايات اقتصادية ضخمة جدا، من ضمنها تفتيت الثروة علشان ما نوصلش الى مراحل الاقطاع. تفتيت الثروة ده هو اللي مش هيوصلنا الى مراحل الاقطاع، بيتعارض مع فكرة اخرى، وهي تراكم الثروة علشان يحصل التراستات الكبيرة او الشركات عابرة القارات الشديدة الكبيرة، اللي وصلنا فيها الى اخلاق الاستعمار. القضية
عجيبة جدا وواسعة ولها مساحة. فإذ بيه ان هو بالشكل ده كأنه بيدعو الى الدولة الموجهة والدولة الحارسة بمفاهيم متطورة او قابلة للتطوير. على كل حال الـ 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 كل شبهة بتثار ضد الإسلام بنجد في طياتها آية من آيات الله لتأييد هذا الدين. وغرض من الأغراض المهمة التي تدعوني لأن أتمسك بهذا الدين ودرء مفاسد عن العالمين تدعوني لأن أتمسك بهذا الدين. فالحمد لله رب العالمين. هم طبعا عندهم شبهات عن قضايا الجهاد، عن قضايا المرأة، عن قضايا الـ يعني أشياء كثيرة تختلق. فلما يرد عنها ما يردش على الرد، يسيبه بقى ويمسك في حاجة تانية وهكذا أبدا. كنت فضلتك وضحت لنا سيدنا في حلقة من الحلقات الماضية أنه فيه ثلاث أساليب للتعامل، البيان أو الهجوم أو الرد. نعم. طب هل يا مولانا عدم الرد ده ما بيديهمش وفاضح حوالي 3 دقايق وتنتهي الحلقة؟ يعني في بعض الناس بيطلعوا في الفضائيات ومن القبرص والانترنت ويشتموا ويكذبوا ويجيبوا كومبارس يعملوا نفسهم كانوا كذا، كانوا مثلا مسلمين وعبروا وإلى آخره. عدم رد العلماء عليهم يا مولانا بيدي صورة للناس انه اننا والعياذ بالله العالم العلماء بتوعنا عندهم ضعف، يعني ما ردناش. فعايزين نقول احنا ما بنردش ليه مولانا على مثل هذه الاقوال؟ احنا مشتغلين بالبيان، وسنظل نشتغل بالبيان. ومن اراد ان يسالنا عن البيان فليفعل. ولكننا لن ندخل لا في مهاترات ولا في شتيمه ولا في قله حياء ولا في قله ادب، لان ديننا ينهانا عن هذا. يعني نعتبره يا سيدنا نوع من انواع الترفع. طبعا. مش لا هو خوف ولا هو ضعف ولا هو هروب ابدا. السفيه بيتكلم واحنا ما بنردش على السفهاء. نعم. تمام. طب يا مولانا لازالوا بيلعبوا على حته ان في فتنه طائفيه بين المسلمين وبين غير المسلمين. احنا عندنا في الاسلام بنقول على المسيحي او بنسميه خالي المسلم، لان انا ممكن اتزوج من اخته. فاحنا عايزين في الدقيقتين اللي فاضلين دول نوضح انه لا هنا ليس هناك عداوه بين الاسلام. هو سموه خال علشان لان الاسلام انتشر بالعائله. انتشر بالعائله. وفي هذا بقى رد على كل ما تريده. لما دخل المسلمون تزوج الرجل بالمراه فخلف منها اللي هي المسلمين. ايوه. وبعدين اخوها مسيحي اللي هو خال. ايوه. فقال وبعدين لما العيال دي اتجوزوا ولاد خالهم. أيوه. خالهم مسيحي فاتجوزوا بنات خالهم. فاصبح كلمة خالي يبقى كأنه المسيحي تملي خالي. أيوه. تملي يعني خالي. الإسلام انتشر بالأسرة مش بالسيف زي ما انتشر بده. بعد 100 سنة من دخول المسلمين كان 5% مسلمين و95 غير مسلمين. بعد 250 سنة بقى المسلمون 25، بعد 450 سنة بقى المسلمون 75، بعد 750 سنة بقى المسلمون 94، وهم لغاية النهاردة 94 في مصر مثلا. ونفس النسب دي موجودة في إيران وفي الشام وفي العراق وكذا، ودي دراسات أوروبية. مش دراسات من عندنا. مش من عندنا. فهذا يعني بالله بعد 100 سنة يبقوا 5% وتقول لي بسيف. سيف ايه؟ كان السيف كان في ساعتها. احنا كده ربطنا يا مولانا ما بين بداية الحلقة اللي كنا بنتكلم عن البشرة وما بين نهايتها ان الاسلام بينتشر تدريجيا، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى ان الامة الاسلامية ستنتشر حتى يلقي الاسلام بجيرانه على الارض. ده امر الله في الكون. ونعم. امر الله في الكون. بارك الله فيك يا مولانا وزادك الله علم ونفعنا بعلمك يا مولانا. شكرا لكم. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة مولانا الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، ونوجه شكر لحضراتكم على حسن المشاهدة وحسن الاستماع، ونستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.